صباح عليكم مرة تانية، والأحداث في مصر متلاحقة وكتيرة، وبنحاول نفهم طول الوقت يعني هو إيه ده، إيه اللي بيحصل هنا، وبعدين ما بنبقاش فاهمين وبنتلخم في حاجة تانية وبرضه ما بنفهمش. فتعالوا كده نقف عند شوية حاجات حصلت على مدار الأسبوع اللي فات وكلام سامعينه، ونعرف إحنا رايحين فين في الفترة اللي جاية. هنتكلم عن علاقتنا بأمريكا، هنتكلم عن علاقتنا بفلسطين، هنتكلم كمان عن الدستور ولجنة المياه اللي هيبقى حديث الساعة، هيكون كمان عندنا فقرة خاصة جدا تحديدا عن لجنة صياغة الدستور. خلونا نرحب بضيفنا اللي بيشرفنا في الاستوديو، دكتور سمير غطاس، مدير مركز مقدس للدراسات ومنتدى الشرق الاوسط. نهارك سعيد يا فندم. اهلا بيك، نهارك سعيد. صباح الخير يا فندم. وزي ما قالت عايده هنتكلم على كذا موضوع، ونبدا على طول بموضوع مهم جدا الحقيقه، وهو الملف المصري الفلسطيني. ويمكن تصريح مهم جدا كان لاحد او بعض القاده في الحريه والعداله طبعا، واللي صرحوا بمنتهى البساطه والوضوح ان مصر بترحب بفتح مكتب لحركه حماس في مصر او في القاهره تحديدا. تعليقك على ده يا فندم، واهميه تصريح زي دوت في هذا التوقيت. يعني ده لازم يؤخذ في اطار العلاقات المصريه الفلسطينيه والعلاقات الجديده اللي ممكن تنشا بين حركه حماس رسميا في الفتره القادمه، وبين حكومه في الغالب سوف تتراسها يعني حركه الاخوان المسلمين والحزب المنبثق عنها. مصر دائما طول تاريخها كانت بتلعب دور مركزي وحيوي واساسي في القضيه الفلسطينيه، ومش عايز اكرر كل ما قيل يعني على فترات طويله حول التضحيات التي قدمتها مصر من شهدائها ومن دخلها ومن مستقبلها ومن اقتصادها القومي الى اخره. البعض يرى، وانا كمان اوافق على هذا الراي، ان مصر كانت تدافع ليس فقط عن القضيه الفلسطينيه ولكن عن امنها القومي. ومن هنا هنتكلم عن العلاقة مع حماس في تأثيرها على الأمن القومي المصري وعلى القضية الفلسطينية في نفس الوقت. حماس هي فصيل فريد من نوعه، لأنها حسب ميثاقها، البند الثاني من ميثاقها تقول أنها جزء من أنها أحد فروع تنظيم حركة الإخوان المسلمين. وبالتالي فإنه لأول مرة في تاريخ مصر يكون هناك تنظيم فلسطيني فرعي أساسه حركة الإخوان المسلمين في مصر. هذا التنظيم موجود في غزة. غزة كما نعرف جميعا هناك مشروع إسرائيلي معلن ورسمي له شقين. شق أولاني يدعو إلى توسيع قطاع غزة على حساب سيناء، وده منشور وخرائطه موجودة، وكان أحد علماء الجغرافيا في إسرائيل نشر خرائط توضح يعني محاولة توسيع قطاع غزة على حساب الأراضي المصرية في سيناء. المشروع الثاني أو الفرع الثاني في المشروع هو التخلص نهائيا من قطاع غزة وإلقاء تبعاته على عاتق مصر، التبعات الاقتصادية والأمنية والسياسية إلى آخره. وهو كما هو معروف ففي اتفاقية كامب ديفيد عرضت إسرائيل على الرئيس أنور السادات أنه يأخذ قطاع غزة ويعيد الوضع إلى ما كان عليه من سنة 50 إلى سنة 67، حيث كان قطاع غزة يخضع لما يسمى بالحاكم العسكري المصري. ورفضت مصر طول الوقت أن تتحمل أي مسؤولية، لأنه هذا يعني يدع إسرائيل تفلت من مسؤوليتها وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة أنها الدولة المحتلة المسؤولة عن وضع الأراضي الفلسطينية المحتلة. ما هي خطورة أن يكون لحماس مكتب في مصر؟ يعني إذا في الأحوال الطبيعية لو أنه جبهة التحرير الفلسطينية أو أي فصيل تاني كنا ننظر لها ببعض الحذر، لكن ليس بالخطورة نفسها. ليه؟ نمرة واحد، لأنه تنظيم حماس هو تنظيم مسلح، حركة مقاومة فلسطينية مسلحة، وهي مسلحة من أخمص قدميها إلى رأسها كما يقال. لما تكون موجودة في مصر بالعلاقة العضوية بينها وبين حركة الإخوان المسلمين، فإنه ده بيخل، نمرة واحد، يخل بالتوازن داخل الخريطة السياسية المصرية، لأن وقتها سيكون للإخوان المسلمين ذراعا مسلحا. وأي حد ينزل غزة الآن، وأنا كنت عايش في غزة وممكن أي حد يزور غزة الآن، هيلاقي شعارات مكتوبة على الحيطة مكتوبة عليها حماس الذراع العسكري لحركة الإخوان المسلمين. وبالتالي الإخوان المسلمين في مصر لن يكونوا بحاجة لإنشاء ميليشيا مثل التي تدربت في الأزهر أو التي نزلت في الاجتماع الأول لمجلس الشعب العمل وسلاسل البشرية، لن تكون بحاجة لذلك، لأنه حماس ستقوم بهذا الدور. فنمرة واحد، هناك إخلال بالتوازن الداخلي في الخريطة السياسية. نمرة اثنين، حماس لديها علاقات قد تضر بمصلحة الأمن القومي المصري كالعلاقات الإيرانية أو مع بعض الفصائل الأخرى مثل الجهادية السلفية إلى آخره، وهذا أيضا يخل بالتوازن الداخلي وبالأمن المصري.
نمر الثلاثة أنه إذا فتحنا مكتب لحماس فالسلفية الجهادية في فلسطين وعندها 6 فصائل مسلحة أيضا في فلسطين وعندها علاقات بالقاعدة، عندها علاقات بقوة متعددة، ساعتها السلفية في مصر أو تنظيمات الجهاد الإسلامي في مصر هتقول طب ما أسوة بفتح يعني مقر ومكتب لحماس، ليه ما نفتحش للفصائل دي وهذه الفصائل تكون موجودة وتتحول مصر تدريجيا إلى صومال جديدة، بالاصطلاح السياسي صومالة مصر، إن احنا ندخل بقى في شباب كذا وفي حركات الجهادية والسلفية ونصنف من هم الأعداء إلى آخره. وبالتالي فالخطورة الأولانية هي التأثير على الوضع السياسي والأمن المصري الداخلي نتيجة العوامل التي أشرنا إليها. طيب حضرتك وحضرتك بتتكلم كده، طبعا في معلومات كتير احنا ما عند... يعني ما كناش نعرف عنها وما كناش نسمع عنها يعني. نعم. بس أنا كمان كنت فاكرة إنه حماس مقرها في سوريا. كان مقرها في سوريا. طيب في وقت في الأحداث اللي حصلت في سوريا دي، هل هي بتشتغل ما زالت بتشتغل من داخل سوريا ولا هي نقلت مقرها مؤقتا لغاية ما يتم فتح مقر في مصر؟ الحقيقة يعني. إن وجود حماس في سوريا كان يمثل حرك شديد لحركة حماس. لأن زي ما قلنا حركة حماس هي فرع من فروع الإخوان المسلمين. والنظام في سوريا كان دائما يقمع حركة الإخوان المسلمين في سوريا. وحماس كانت تصمت على هذا القمع، وبالتالي كانت محل انتقاد شديد من الإخوان المسلمين في سوريا نتيجة تحالفها مع النظام. في الفترة الأخيرة عندما اهتزت الأوضاع تحت أقدام النظام والقمع الدموي اليومي الذي يمارسه النظام السوري ضد عموم الشعب الفلسطيني بما فيه كل فصائل المعارضة وفيها الإخوان المسلمين، بدأت حركة حماس تتفلت من سوريا، تحاول خروج من سوريا، وده اللي دفعها بالمناسبة إلى أن تعقد المصالحة في مصر بعد أن كانت تعارض المصالحة، وقعت على نفس الأوراق التي كانت رفضتها توطئة لأن تنتقل من خارج من سوريا، سوريا إلى مصر. إلى مصر. مؤخرا الأسبوع الجمعة قبل الماضية كان السيد إسماعيل هنية وزير الحكومة المقالة كان في مصر وذهب إلى الأزهر واعتلى منبر الأزهر، ومن على منبر الأزهر هجم النظام السوري. صحيح. الذي لا يعرفه الجميع أنه قبل 3 أيام فقط من خطاب السيد إسماعيل هنية في الأزهر الذي هجم فيه النظام السوري، قمعت قوات أمن حماس داخل غزة مظاهرة من المواطنين الفلسطينيين كانوا يحتجوا على القمع الذي تمارسه، القمع الدموي الذي يمارسه النظام ضد المواطنين السوريين. بالتالي ده كان جزء من الخلاف السياسي، من الصراع السياسي على منصب الأمين العام لحركة حماس بعدما أعلن السيد خالد مشعل في السودان قبل شهر أنه قد يخلي المسألة. أكمل بس خطورة مسألة أنه يكون علاقة عضوية مع حماس هنا. أذكر هنا بأن حماس كان لها مكتب في الأردن، والملك حسين رحمه الله قرر أنه إنهاء العلاقة مع حماس. الملك عبد الله ابن الملك حسين وملك الأردن الحالي قال في تصريحات صحفية بالأمس أنه لن يعيد فتح مكتب آخر لحماس مرة أخرى داخل الأردن. ليه؟ إيه المشكلة اللي عملتها حماس؟ مشكلة أنه حماس كما قلنا جزء من حركة الإخوان المسلمين، وحركة الإخوان المسلمين موجودة في مصر كما هي موجودة في الأردن كما هي موجودة في عدة دول أخرى. وجود حماس في الأردن أخل بالتوازن الداخلي الاجتماعي والعشائري والطبقي إلى آخره داخل الأردن، مما أدى إلى استقواء حركة الإخوان المسلمين بالأغلبية الفلسطينية الموجودة في الأردن، وبالتالي زعزعة استقرار وأمن النظام، ما أدى أنهم يخرجوا. عاد خالد مشعل في زيارة رسمية إلى الأردن، لكن الملك قال لن نفتح مكتبا لحماس لأنه هذا قد يخل بالتوازن الداخلي. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، الأعباء السياسية والاقتصادية والأمنية لقطاع غزة. كما هو معروف قطاع غزة هو أعلى نسبة كثافة سكانية في العالم، 1.5 مليون مواطن بيعيشوا على 338 كيلومتر مربع، لا يوجد فيها أي شيء من بمعنى. وهنحكي دلوقتي عن مثلا الكهرباء، ودي المشكلة الراهنة القائمة الآن. الكهرباء كان بتاخد الطاقة المواد الطاقة عبر معابر إسرائيل بتشغل الكهرباء. الآن إسرائيل نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة أوقفت أو قللت يعني تصدير المواد الطاقة لقطاع غزة. قطاع غزة عايش ست ساعات فقط في اليوم بياخد كهرباء. الهجوم مش على إسرائيل بقى، الهجوم يجي على مصر. السيد إسماعيل هنية اللي كان هنا قبل أسبوعين في مصر أول امبارح طلع تصريح هاجم فيه مصر وقال إن ده امتداد للنظام مبارك قبل 25 يناير وإنه على مصر أن تزودنا بالكهرباء. نحن وأقول بالفم الملآن، مصر مع تخفيف وطئة الحصار الاقتصادي الظالم الذي تمارسه إسرائيل
على الشعب الفلسطيني وليس على القيادة الفلسطينية بالمناسبة. طبيعي. أن القيادة الفلسطينية رايحة جاية وما عندهاش مشاكل لا في الطاقة ولا في الذهاب ولا في السفر ولا في أي حاجة. وبالتالي نحن مع تخفيف هذا الحصار الظالم، لكن ليس بطريقة تؤدي إلى إعفاء إسرائيل من مسؤولياتها. اللي هي تنقل الاتفاقيات. فالآن في كلام عن ربط كهربائي بين مصر وغزة. يبدو من حيث الظاهر مشروع جميل، وليه ما نخففش الصراع عن الفلسطينيين؟ إسرائيل سوف ترحب تماما، خدوها. بعد كده المية بتيجي من شركة إسرائيلية اسمها ميكروت، هتقفل إسرائيل الحنفية وتقول للمصر طب ما المية بتوصل للعريش، طب ما نمدها يعني 500 متر كمان، إيه المشكلة؟ وبالتالي في النهاية في المحصلة النهائية يلقى بعبء مصر، بعبء قطاع غزة على عاتق مصر. ماذا سيحدث؟ إذا ألقي أولا مصر سوف تكون هي المسؤولة سياسيا وقانونيا ومعيشيا عن قطاع غزة، وبالتالي إسرائيل لا تكون عليها أي مسؤولية تجاه قطاع غزة. إذا أطلق صاروخ من أحد الفصائل، وكما عددت في هناك عشرات الفصائل اللي موجودة داخل القطاع، إذا أطلق صاروخ ونزل على مدرسة فيها 10 أولاد، قتل 10 أولاد إسرائيليين، من الذي يتحمل المسؤولية؟ سوف يتم تحميل المسؤولية لمصر. وهنا مصر سوف تقع تحت ضغطين، ضغط اقتصادي من اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة الأمريكية الذي ضغط سابقا على مصر وخصم 200 مليون دولار من المعونة المصرية من المعونة الأمريكية لمصر بسبب ما ادعت إسرائيل أن مصر تسهل التهريب عبر الأنفاق. فيبقى مصر عرضة لضغط اقتصادي وعرضة لتورطها في حرب لا تختارها هي، بمعنى أنه لو ضربت إسرائيل ردت بالضرب على قطاع غزة سوف يحدث ضغط وتعبئة إلى آخره ويتم توريط مصر في حرب. دي المشاكل التي تتعلق بمصر. المشاكل الأخرى التي تتعلق بالقضية العربية أنه مشروع فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية يسدد ضربة قاسمة وحاسمة للمشروع الفلسطيني لإقامة الدولة الفلسطينية، وهذا ما تسعى إليه إسرائيل عبر ما يسمى بالحل الإقليمي. طيب. نفصل قطاع غزة ونديه لمصر ونتقاسم وظيفيا الضفة الغربية مع إسرائيل بين الأردن وبين وتضيع القضية الفلسطينية وتنتهي القضية. أنا أخشى وأحذر، وقلت هذا علنا في كل التلفزيونات، أنه ذلك يكون اتفاقا أو توافقا بعد الاتفاق الأمريكي مع الإخوان المسلمين على الحفاظ على اتفاقية كامب ديفيد. وأحذر الإخوة في الإخوان المسلمين أن يتورطوا في مثل هذا المشروع تحت شعارات كبيرة حول الأخوة والعروبة والإسلام، فننفذ يعني بنية طيبة أو بنية سيئة أو بالتورط أو بالتواطؤ نفس المشروع الإسرائيلي الذي يسعى إلى التخلص من قطاع غزة وإلقاء تبعاته على مصر وتوجيه ضربة حاسمة للقضية الفلسطينية وتحميل مصر عبء قطاع غزة بما فيه من مشاكل وما فيه من تبعات سياسية واقتصادية وأمنية. هذه خطورة الموضوع ببساطة شديدة. أكرر وأحذر من أن يتم توريط مصر والإخوان المسلمين، سوف يسجل يعني ببنط أسود عريض في تاريخ الإخوان المسلمين أنهم قضوا من ناحية على القضية الفلسطينية وقضوا من ناحية أخرى على فرصة النمو والاقتصاد المصري وإعداد نظام سياسي ديمقراطي يخلف النظام السابق، إذا ارتكبوا حماقة يعني هذه في تقديري الجريمة الوطنية التي يمكن بها خدمة المشروع الإسرائيلي. لا يكفي أن يكون يعني قوة ما عميلة للولايات المتحدة، يكفي الغباء أو سوء أو حسن النية المفرط الذي يؤدي إلى مثل هذا المشروع. سوء النية دائما بتتكب به أكبر الجرائم يعني. بس فندم يعني بمنتهى البساطة وتعليق سريع قبل ما نخش في ملف تاني برضو مهم جدا، هو هل السياسيين أو المحنكين بهذا الحزب وهذا هذه الجبهة الهامة جدا في مصر اللي حاليا هي تخضع دلوقتي أو هي اللي تملك الأغلبية سياسيا على الأقل، يعني هل هم ما عندهمش يعني وعي بهذا الكلام، أو يعني كل حاجة الكلام بتتكلم فيه دوت ما عندهمش وعي ده، ولا العاطفة زي ما حضرتك قلت أو الشعارات هي اللي ممكن تكون بتقودهم في هذه المرحلة؟ يعني هم اللي يجيبوا على هذا السؤال، لكن هناك مؤشرات يعني. هناك مؤشرات يعني ممكن نقول عليها إيجابية. المرشد العام كان في لقاء تلفزيوني مع إحدى الفضائيات المصرية وقال أنه يفضل أن يكون المرشح أو المرشح المحتمل لرئاسة جمهورية مصر غير محسوبا على التيار الإسلامي. فعندما سألوا الأخ المذيع أنه مثل ما حصل في غزة، قال له تماما، حتى لا نقع في حصار اقتصادي مثل ما حصل عندما
يعني استولت حماس على الحكم عقب الانقلاب العسكري اللي نفذته في 2007، هو يفضل وقال أنه يفضل أنه تحصل توافقات بين، مثلما حصل توافقات بين الفصائل الفلسطينية على تشكيل حكومة فلسطينية تكنوقراط من غير الأحزاب السياسية، وخاصة أن يكون لها رئيسا إسلاميا حتى نفلت من أي حصار. وعندما سئل طب ما الوضع ده موجود في البرلمان، قال له لا، البرلمان ممثلة فيه قوى سياسية عديدة، أما الرئيس إذا كان محسوبا على التيار الإسلامي فإنه هذا، وهذه تصريحات المرشد ليست تصريحات، أرجو أن هذا الفهم يعمم على العلاقة مع الجانب الفلسطيني، وخاصة مع حركة حماس التي نقدرها ويجب أن يعني تبقى موجهة نقدها ومقاومتها للاحتلال الإسرائيلي وليس مصر. مصر ليست خصما للفلسطينيين، بل بالعكس هي السند الأساسي للفلسطينيين. وبالتالي التهرب من مواجهة إسرائيل وتوجيه العمليات إلى مصر وتوجيه النقد إلى مصر، لأنه بالمناسبة ليس السيد إسماعيل هنية فقط الذي هاجم مصر، هناك شخص محسوب على كناوكين لوزارة الإعلام تهجم على المخابرات المصرية وقال أن هذا جهاز مهترئ، لأنه عضو من حماس منتخب يعني رحل من مصر لأي سبب من الأسباب، رحل من المطار إلى قطاع غزة مباشرة، فتحت يعني أبواق الدعاية الداخلية، هاجمت جهاز المخابرات المصري الذي يرعى المصالحة منذ أن حصل الانقلاب حتى الآن، وهو جهاز يعني مصري وطني. كان من أهم ملفاته المعنية هي ملف مصر فلسطيني، بالهجوم عليه بهذه البزاءة بالمصطلحات التي تستخدم في الشارع السياسي الفلسطيني. وبالتالي أنا أحذر مرة أخرى من مغبة الوقوع في هذا الفخ الإسرائيلي الذي يعد لنا، سواء تحت شعارات العروبة والإسلام والأخوة إلى آخره، فنقع في هذا الفخ، مع التأكيد مجددا مرة بعد الألف أنه يجب تخفيف وطأة الحصار وتحميل إسرائيل وحدها باعتبارها الدولة المحتلة المسؤولية الكاملة عن الوضع، ليس في غزة فقط ولكن في الأراضي الفلسطينية والقدس المحتلة التي تئن تحت مشاريع التهويد والاستيطان إلى آخره. طيب دكتور سمير، معلش، قرار زي ده هل من صلاحيات مجلس الشعب أنه ياخده لوحده؟ هل من صلاحيات أي فصيل سياسي أن ياخده لوحده؟ يعني قرار بأهمية هذا القرار وبتبعاته اللي احنا لحتك قعدت يعني عدتها دلوقتي، هل ده سهل أن أي حد ياخده كده؟ يعني أنا عايز أعرف آليات اتخاذ القرار اللي شبه ده. يعني هو تحدثه رئيس حزب الإخوان المسلمين والحرية والعدالة، تحدث عن أنه ينوي افتتاح مكتب، بمعنى أنه عندما يترأس الحكومة أو يشكل الحكومة باعتبار حزب الأغلبية، فإنه للحكومة الحق وقتها أن تعمل كده، تسمح بفتح مكتب. والأمر يبدو من الناحية الشكلية أمر بسيط جدا، لماذا لا نفتح مكتب لحركة حماس إخواننا بعد أن يعني خرجوا من سوريا؟ يعني الأمر يبدو ظاهريا مسألة بسيطة ومنطقية، لماذا لا نفتح مكتب لحماس؟ طب ما في سفارة مصرية، السفارة فلسطينية، لماذا لا تتعامل كل الفصائل الفلسطينية من خلال السفارة التي هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني؟ صحيح. فيكون لي من داخل السفارة نتعامل مع الكل الفلسطيني وليس مع فصيل فلسطيني، سواء هو حماس ولا فتح ولا جبهة التحرير الفلسطينية ولا أي فصيل ولا الشعبية ولا الديمقراطية من الفصائل المتعددة. ولكن خطورة حتى لو كان هناك افتتاح يعني أنا ضد افتتاح أي مكتب لأي فرع آخر، باعتبار أن المنظمة هي الممثل الشرعي والوحيد ولا يجب أن نعبث بهذه المسألة. لكن في حالة حماس هناك المخاطر التي عددتها، سواء على الوضع الداخلي المصري أو سواء على القضية الفلسطينية. تمام، فإذن هو قرار الحكومة لما يبقى قرار في حكومة. الحكومة. نعم، لكن أنا أعتقد أنه للأسف الشديد لا يجري نقاش جدي حول هذه المسألة. لا يفتح هذا الملف للنقاش. أنا مستعد أن أناظر أي حدا في هذا الموضوع، يجب أن نفتح هذا الملف زي ما يقال بشفافية شديدة حتى نتبين ما إذا كانت هناك خطورة حقيقية ولا يعني المسائل دي فزاعة فقط تقال. هل هناك خطورة حقيقية على الأمن القومي ومن منطلق الأمن القومي المصري والأمن الفلسطيني والحرص على القضية الفلسطينية؟ صحيح. منطلقات مصرية فلسطينية عربية قومية هي المنطلقات التي يعني تحول دون، يجب أن تحول دون فتح مكتب لحماس للأسباب العديدة التي ذكرت. تمام. ما ينفعش ما نتكلمش يا فندم من الملف الفلسطيني المصري، هنتكلم عن ملف آخر مهم جدا هو ملف الأمريكي المصري، ما ينفعش يعدي
هذا الأسبوع من غير ما نتكلم عن هذا الموقف، يعني أقل ما يقال عنه إنه هو مفاجئ، وأكثر ما يقال عنه إنه هو صادم جدا جدا، خصوصا في أكتر بعد من صادم. في أكتر أنا من صادم. بحاول أبقى يعني ظريف يعني بعد الثورة، بعد ثورة 25 يناير اللي كان المفروض فيها إن إحنا أكيد أكيد من ضمن الحاجات اللي إحنا استعدناها هي مفترض هي فكرة الاستقلالية والكرامة على الأقل السياسية. السؤال هو يا فندم، بماذا تفسر ماذا حدث؟ علل علل علل. طبعا احنا بنتكلم على ملف المنظمات الاجنبيه و 19 امريكي 19 امريكي اللي نعم. ما شاء الله يعني ما تسرب بالسلامه كده، ما تسرب حتى الان لانه كان في جلسه مغلقه في مجلس الشعب بالامس، ما تسرب حتى الان هو يعني وجود صفقه. السيد ماكين كان المرشح المنافس للرئيس الامريكي اوباما الذي زار مصر والتقى عديد من القوى السياسيه بما فيها الاخوان المسلمين، قال ان الاخوان المسلمين لعبوا دورا في هذه الصفقه. احد الجنرالات المصريين السابقين على التلفزيون المصري الرسمي قال ان هناك صفقه شارك فيها الحكومه والمجلس العسكري والاخوان المسلمين. هو مش من الذي يحصل، من الذي يعني يفسر لنا يعني ابعاد هذه الصفقه؟ البعض يقول انها صفقه، هذا الجنرال بالمناسبه تحدث عن صفقه مجزيه. الصفقه المجزيه ماديا ولا سياسيا؟ ماديا، أن الولايات المتحدة سوف ترفع يعني يدها عن تمويل البنوك، البنك الدولي والمؤسسات الدولية لدعم الاقتصاد المصري. لنقل بصراحة أنه بدلنا يعني بصفقة في كل الصفقات التي تحدث نقول الحساب المكسب والخسارة، ليس هناك يعني معادلة صفرية بمعنى ما أخسره يكسبه الآخرين. لنقل بصراحة لأنه زي ما حضرتك تحدثت أنه بعد 25 يناير نحط كل حاجة على الطاولة، نحط حاجة على الترابيزة أنه أجرينا صفقة، أنه هنعمل بيهم إيه. هذا أذكر بس أنه في اللي سمي بالجاسوس الإسرائيلي اللي قبض عليه وقالوا أنه كان في المساجد وإلى آخره، ما طبت صفقة حقيقية يعني جرت ما كانش من الأول بقى، قلنا أنه ما قصة كان زوه إيه بقى آخر. ما ممكن يكون من الأول لمصلحتك إذا الصفقة مجزية وتقول انه ده ليس مسا بالكرامه وانه نحن في حاجه الى كذا الى اخره وخرجناهم، بس تقول لا ما اقدرش اقول. اصل هو لو قال يبقى هيبقى شيء الذي محرج جدا. المشكله اللي بتحصل في مصر ان الذي يعقد الصفقه هو الاعلى صوتا الان للتنديد بما حصل، فعايزين نتبين هل حد مين القوى التي شاركت في هذه الصفقه وماذا حصلت مصر بموجب هذه الصفقه؟ هل في فعلا صفقه؟ السؤال الاول، هل هناك صفقه ولا مجرد ضغوط سلمنا فيها بمهانة شديدة؟ وإذا في صفقة ما هي الحسابات المكسب والخسارة؟ وما هي الأطراف تستاهل ولا لا؟ وما هي الأطراف التي دخلت؟ وحسابات الكرامة المعنوية بحسابات الوضع الاقتصادي إلى آخر هذه الأبعاد، كل هذا يبقى في إطار التحليل والتكهن والتفسيرات المتعددة الأطراف والرؤى إلى أن يجب نشر الحقيقة كما هي، لأن القضية دي ما فيهاش له خفي. أي بس يا دكتور كمان أنا عايز أرجع لخط لورا خطوة، هي أصلا الناس بدأت تشكك إن كان في قضية من الأساس، يعني إنه في الأساس ما كانش في مشكلة مع المجتمع المدني وإنها كانت بس زوبعة علشان نشوه إن إحنا ننال من مجموعة من الحركات الحقوقية والمجتمع المدني. دي وجهة نظر، وجهة نظر تانية ودي وجهة نظر، وجهة نظر تانية بتقول إنه كان يجب فتح ملف تمويل كل الحركات السياسية في مصر بما فيهم فيها السلفيين والإخوان وكل القوى السياسية في مصر، في كل هذه الملفات. بما إن إحنا نراعي القضاء المستقل والمحترم فيجب أن تحال كل القاعدة في القانون أن كل متهم بريء حتى تثبت إدانته. صحيح. وبالتالي إذا تم اتهامي بقضية ما أنا أثق، كنت أثق في القضاء المصري أن أمثل أمامه وأدافع عن يعني التهمة الموجهة لي، وبالتالي أستطيع أنه يعني أعتمد على هذا القضاء. ما حصل أخطر ما حصل في صفقة الخروج المتهمين الأمريكان هو الإساءة إلى القضاء المصري. صح. معول هام أنا لا يعنيني في وقت ما ينفعش اللي دخل يعني ولا مين اللي أصلا إحنا مش ناقصين. لكن هز صورة أحد أركان الدولة المصرية. الدولة المصرية فيها عدة أركان، مؤسسة الرئاسة، مؤسسة الجيش، مؤسسة الشرطة، مؤسسة القضاء والمجتمع. إذا الشرطة إحنا عارفين إيه اللي بيحصل لها والجيش عارفين إيه اللي بيحصل له والرئاسة غائبة، وبالتالي
أحد أعمدة الدولة المصرية التي كنا نفتخر بها دائما هي قضاء مصري شامخ مستقل غير منحاز، لا يميز لا بسبب الدين ولا العرق ولا الجنسية ولا لأي سبب من الأسباب. تمثال الذي يرمز إلى القضاء هو تمثال امرأة يعني معصومة عينها لأنها لا تميز، وبالتالي تسديد ضربة قوية وجرح غائر في جسم القضاء المصري. يعني أحد من المسؤول عنه؟ أحد المسؤول عنه الذي تلعب بالقضاء في قضية مقدمة للقضاء، مفتعلة بقى مش مفتعلة، في قضية قدمت للقضاء ليأخذ القضاء مجراه. برأ أدان، القضاء هو له الكلمة الأولى والأخيرة في هذه القضية. هي بس فيها حكومة أحالت قضية للقضاء، على القضاء أن يفصل في هذه. طالما أحيلت ما كانش بقى من أول تحال أصلا، مش في عشية الجلسة الأولى تطلع السيدة هيلاري كلينتون وتقول نحن في الطريق إلى حل القضية. طب لعرضنها ليه على القضاء؟ لا واحنا نقول لن نركع. من هذا المنطلق أنا رأيي أنه ننظر لخطورة المسألة أولا باستمرار أجواء التعميم والتغمية، وأنه في له خفي باستمرار بيلعب اللعبة دي، وخطورة المس بالقضاء المصري وهو أحد أعمدة كيان هذه الدولة المصرية. دكتور سمير، ما في تساؤلات كتيرة. طب موقف المصريين المتهمين المصريين إيه؟ محدش يعرف دلوقتي القضية هتكمل بيهم لوحدهم ولا وهيخطر المتهمين روحوا. الأمريكان في سفاراتهم نتبعت لهم برقيات تهنئة مثلا، يعني أنا مش فاهمة برضو في حاجات كده ما بقيناش فاهمينها يعني. وبعدين هل هتبقى زيها زي أكم القضايا، يعني لأهمية القضية وزي ما حضرتك قلت إنها بتمس هيبة القضاء وما شابه، بس كمان هل هي زي قضايا كثيرة بنسخن عليها وبنتكلم عنها والاعلام 3 4 ايام نتكلم عنها وبعدين نتلخم في قضيه ثانيه وننسى ويا خلاص باي باي كده بقى استئناف بقى ونقض وربنا يديك الصحه وتفضل. القضايا اللي ما لهاش اجابات الان هذه القضيه تطرح عده مسائل. المساله الاولى هي ضروره رد اعتبار القضاء المصري وترك القضاء بنفسه يقرر ما يجب عمله، القضاء لوحده مستقلا دون تدخل من اي جهه بما فيها مجلس الشعب، لانه مجلس الشعب لا يحكم على القضاء. وبالتالي يجب أن نسمع كلمة القضاء ممثلين في نادي القضاء في المحاكم الدستورية إلى آخره. القضاء يجب أن يفصل ويقول كلمته المستقلة في هذه القضية. نمرة 2، يجب أن نعرف من حق الشعب المصري أن يعرف ما هي الأطراف التي تورطت في هذه القضية وفي هذه الصفقة. نمرة 3، نعرف إيه هي الصفقة. إذا في صفقة نعرف إنه في صفقة، إذا ما فيش صفقة يقال إنه أفرج عنهم نتيجة اللهو الخفي مثلا أخذوا مهربهم في المطار. وبالتالي هذه الأبعاد الثلاثة حتى لا تتكرر المسألة مرة أخرى. وإذا بنرسي قيم ونظام سياسي جديد علينا أولا أن نعيد الاعتبار للقضاء واحترامه واستقلاليته مرة أخرى، ويكف كل الناس بما فيهم أعضاء مجلس الشعب عن الطعن في القضاء حفاظا على استقلال القضاء. نمرة 2، يقولوا لنا علنا من هي الأطراف المورطة في هذه الصفقة وما حقيقة وأبعاد الصفقة. أنا بعتقد أن معركة القضاء القادمة هو فعلا الحصول على استقلالهم بشكل حقيقي من سلطة الدولة. استقلال القضاء هو ركن أساسي من استقلال مصر ومن إقامة دولة ديمقراطية استقلال حقيقي مش مدنية مستقلة يعني. بالضبط. وده يعني وعسى تقرأوا الشعر هو خير لكم. يعني ممكن يكون كل اللي حصل دوت كان نتيجة أنه هو بقى فعلا فعلا يحصل وقفة حقيقية. ووقفة دي على فكرة مش هتيجي بس مش من القضاء أو من السلطة القضائية أو من حتى المدافعين عن الأمر، كمان هتيجي مننا إحنا. نعم. إحنا على الأرض بالتأكيد. الشعب لازم يدعم ده، لأن زي ما حضرتك قلت تاني لو القضاء الحاجة أو من آخر الحاجات اللي يعني مفروض كانت تكون بقية. هي اللي ماسكة نفسها زي ما بيقولوا، كمان إحنا مش هنلاقيها يبقى هنلاقي إيه بقى؟ مالناش غير ربنا ولا نعمل. دكتور سمير غطاس مدير مركز مقدس للدراسات ومنتدى الشرق الأوسط، شكرا جزيلا يا فندم على وجودك معانا النهاردة. مسي حضرتك. مشاهدينا كان الكلام على فكرة كتير، كان في ملفات كتير كان المفروض نفتحها مع دكتور سمير بس يعني الوقت ما أسعفناش. إن شاء الله هيكون معاكم ومع أكيد معايا إن شاء الله في فقرة جاية. هنروح نشوف تقرير عن حفل الفنانة رشا يحيى ونرجع تاني. خليكم